لو طلبت منك تختار أفضل 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي تختار مين؟ In der Welt. Ja gut, ich bin natürlich durch das, dass ich auch ein Offensivspieler war. أنا بالنسبة لي أنا كنت لاعب مهاجم سترايكر. فأنا أركز مع المهاجمين، أرى هالاند واحد من أفضل المهاجمين ومو صلاح من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي من وجهة نظري. هالاند وصلاح. هل تتوقع رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد مع نهاية هذا الموسم؟ أنا هذا أمر محير تماما. أنا أتابع هذا الأمر كل عام، كل موسم نسمع بهذه الأخبار. مبابي واحد من اللاعبين المهمين بكل تأكيد، فعندما يذهب لريال مدريد فأكيد سيكون دفعة كبيرة للفريق، وأنا مستوى الشخصي أتمنى ذلك. كارل هاينز ريدلا لاعب بروسيا دورتموند، أسطورة كرة القدم الألمانية، بطل كأس العالم 1990 وبطل دوري أبطال أوروبا 97 وبطل الدوري الألماني مع دورتموند، واحد من أهم أساطير كرة القدم الألمانية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء.